مقابلة نارية للمنتخب المغربي ضد نظيره الإسباني تبعها المشجعون بسائر أنحاء المملكة في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، تجربة ممتعة تتوق الجماهير إلى عيشها مرة أخرى للاستمتاع بمتابعة مباراة المغرب ضد البرتغال بشكل جماعي. يسارع هؤلاء الشباب إلى حجز مقاعدهم بالمقهى قبل موعد المباراة لما تشهده هذه الفضاءات من توافد كثيف للزبائن. جيت اليوم باش ندير ريزرفاسيون ليا والأصدقاء ديالي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ضد البرتغال. نتمنى إن شاء الله أن نكونوا منتصرين وغادي نشجعوا المنتخب ديالنا لاخر رمق. جيت للقهوه اللي حد الدار ناخذ ريزيرفاسيون غدا ان شاء الله، وديما كنجي لهاد القهوه وكنتفرج في الماتش وكنتمنى حتى تعيد المنتخب الوطني وكنشجعوا كاع الوليدات ديالنا. حنا كنجيو ناخذ ريزيرفاسيون في هاد القهوه، كنجيو نتفرجوا في ماتشات ديال المغرب، يعني من البدايه ديال المنتخب المغربي كنجيو نتفرجوا وكناخذوا ريزيرفاسيون حنا الاولين من الوليدات ديالنا. توفير فضاء مريح وجو ممتع للزبائن أمر يراهن عليه أصحاب المقاهي منذ انطلاق مباريات كأس العالم، فيما تتزايد المنافسة خلال مباريات المنتخب الوطني مع ازدياد الشغف وحماس المتفرجين. المنتخب ديالنا الحمد لله هو المنتخب الوحيد اللي بقى في إقصائية ديال كأس العالم. هذا الإنجاز اللي عمرو زعما ما حدث مع شي فرق أخرى في إفريقيا، وكيف ما كتلاحظوا حنا كنقادوا جميع الاستعدادات للمباراة القادمة إن شاء الله الغداء إن شاء الله. كيف ما شفتوا حنايا كنقادوا في لي ديرنيير زيتاب ديال بريباراسيون ديال الماتش ديال الغداء إن شاء الله مع ليكيب ناسيونال ديال ليكيب ناسيونال، والحمد لله راه كيف ما شفتوا المغرب كله فرحان وحنايا دايرين يعني لو ماكسيموم بوسيبل باش نخليو كاع الناس اللي غيجيو عندنا ان شاء الله يكونوا فرحانين. كتشوفوا معنا الستاف كامل موجود باش يستقبلوا مشجعين مباراه الغد ضد البرتغال، وحنا فرحانين نستقبلوا مشجعين المنتخب المغربي ونتمنوا الفوز اسود اطلس وبون شونس لوليد الكراكي. بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره الإسباني باتت الآمال معقودة على رفاق وليد الركراكي للتأهل إلى نصف النهائي. ملايين المشجعين المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر نتائج هذا اللقاء المتميز، وهم على أهبة الاستعداد لخلق أجواء حماسية سواء داخل منازلهم أو بالمقاهي.